وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إنهاء أعمال كوبري تقاطع منطقة زهراي المعادي مع الأوتوستراد قبيل حلول شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي تضمنت أعمال إنشاء محور حسب الكفراوي الذي يربط بين منطقة المعادي ومناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي. وأضاف متحدث الرئاسة بأن الجولة شملت مشروع ألمازا بارك لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات. وحرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.